أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية، والبداية بالعناوين. المانحون يقدمون ربع المبلغ المطلوب لعمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن خلال مؤتمر المانحين لعام 2022. زوج الشهيد الصحفية رشا الحرازي يطالب المجتمع الدولي بالتحقيق في واقعة استهداف زوجته. السكان في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية يعانون من شح شديد في المياه نتيجة تدمير البنية التحتية. إذن كانت تلك أبرز العناوين، إليكم النشرة بالتفصيل. حيث أعلنت الأمم المتحدة جمع مليار و300 مليون دولار فقط من المساعدات الإنسانية لإغاثة اليمن، وبذلك يقدم المانحون ربع المبلغ الذي تحتاجه الوكالات الإنسانية لدعم برامجها التي تقدم لثلثي سكان اليمن. ونتطلع إلى استمرار وزيادة ذلك، لأن أي تقليص لبرامج الدعم الحيوية سيضاعف من الضغوط والتحديات على المواطن اليمني. تطلع رئيس الوزراء اليمني وتمنى دعما كبيرا يوفره المانحون، ولكن مؤتمر المانحين خيب آمال ملايين اليمنيين الذين ينتظرون نتائجه المراد منها التخفيف من آلامهم وحاجتهم الإنسانية، فلم يستطع المانحون جمع سوى ربع المبلغ المطلوب من الوكالات الإنسانية والتي أعلنت حاجتها لأربعة مليارات وثلاثمائة مليون دولار، ولكن ما أعلن عن جمعه مليار وثلاثمائة مليون دولار. وفي كلمته أمام مؤتمر المانحين تحدث رئيس الوزراء اليمني عن الظروف الاقتصادية في البلاد، ودعا الدول المانحة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي. كما أدعو الأشقاء والأصدقاء وشركائنا في العمل الإنساني أن يضعوا دعم الاستقرار الاقتصادي على رأس أولوياتهم، ولا يخفى عليكم أن ارتفاع مستويات الفقر وزيادة فاتورة البرامج الإنسانية عن الأعوام السابقة يرجع بشكل أساسي إلى تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم، والأموال التي قدمتموها خلال الأعوام الماضية كان يمكن أن يكون لها أثرا ونتائج أكبر في معالجة الأزمة الإنسانية من خلال وضع آليات تسهم بها هذه التعهدات في تعزيز وحماية الاقتصاد. المؤتمر السادس للمانحين تمت استضافته من قبل الأمم المتحدة وبمشاركة السويد وسويسرا، ولكن نتائجه عززت المخاوف الدولية من أن الوضع الإنساني سيؤدي إلى مزيد من التدهور في ظل حرب ميليشيات الحوثي المستمرة في عامها الثامن على التوالي. بدوره قال دكتور عبد الله الربيعة المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إن بلاده قدمت لليمن خلال السنوات الماضية 19 مليار دولار، وبذلك تصدرت قائمة المانحين لليمن. وحرصا من المملكة العربية السعودية على الشعب اليمني الشقيق، فلقد قدمت خلال السنوات القليلة الماضية ما يزيد على 19 مليار دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية واقتصادية، وتصدرت المملكة الدول المانحة لليمن. وانطلاقا من دور المملكة الإنساني وحرصها على الشعب اليمني الشقيق، سوف تستمر المملكة في دعم اليمن بالبرامج الإغاثية والإنسانية والاقتصادية. هذا وأعلنت عدد من الدول تقديم تعهدات مالية لمؤتمر المانحين، وعلى رأسها الولايات المتحدة بحوالي نصف مليار دولار، والاتحاد الأوروبي بأكثر من 370 مليون دولار، وعدد آخر من الدول الداعمة لليمن. ولكن في ظل هذه التعهدات الإجمالية المالية المعلنة، تبقى المخاوف من اضطرار وكالات الإغاثة لخفض أو وقف المساعدات الحيوية. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن من تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر الستة القادمة، مقدرا أن يصل عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في اليمن إلى 19 مليون شخص. تقرير صادم جديد يصف فيه خطورة الوضع الإنساني في اليمن وما ستؤول إليه الأوضاع قريبا في حال استمرار الحرب والنزاعات والصدمات الاقتصادية ونقص تمويل برامج المساعدة الإنسانية الحرجة.
وحذر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن الأرقام الواردة في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والذي تم إصداره مؤخراً تؤكد المخاوف الجسيمة التي تشعر بها وتتوقعها المنظمات الإنسانية، كما نبه بأن قرابة 17 مليون شخص في اليمن يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، و2.2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. وأشار التقرير إلى أن الأزمة الأوكرانية أدت أيضاً إلى توقف إمدادات الحبوب والنفط الرئيسية في العالم إلى بلدان مثل اليمن، وإنه مع استيراد اليمن لما لا يقل عن 40% من احتياجاته من القمح من أوكرانيا وروسيا، يخشى أن يرتفع عدد اليمنيين المعرضين لظروف المجاعة بشكل أكبر. وكان برنامج الأغذية العالمي قال إنه يحتاج إلى 800 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة لتقديم المساعدة الكاملة إلى 13 مليون شخص تقدم لهم المساعدة حتى الآن. ومنذ بداية العام اضطر البرنامج إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف، أي 8 ملايين شخص، بسبب نقص التمويل. وتشهد اليمن بحسب تقارير الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم جراء حرب الميليشيات الحوثية، وقد بات معها ما يقارب من 80% من اليمنيين على حافة الجوع. استشهد 6 مدنيين من أسرة واحدة بانفجار لغم مضاد للمركبات زرعته الميليشيات الحوثية في الحديدة. وقالت مصادر محلية إن اللغم انفجر بسيارة بالقرب من جولة الغراسي وسط مدينة الحديدة، ما أدى لاستشهاد من كانوا على متنها وتضرر عدد من القاطرات الموجودة قرب موقع الانفجار. شدد رئيس وحدة شؤون المفاوضات في المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور نصر الخبجي على ضرورة اطلاع اللجنة الاقتصادية بدورها لمواجهة حرب الخدمات والأزمات. وندد الخبجي خلال اجتماعه باللجنة الاقتصادية العليا للمجلس بتنصل الطرف الآخر وعدم تحمله مسؤوليته تجاه معاناة المواطنين، ودعا اللقاء التحالف العربي إلى الضغط على الطرف الآخر لتنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا إخراج القوات اليمنية المتواجدة في وادي حضرموت ومحافظات الجنوب الأخرى إلى الحدود لمواجهة ميليشيات الحوثي. طالب الصحفي محمود العتمي في الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان كواحد من ضحايا إرهاب الميليشيات الحوثية المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتحقيق في واقعة استهداف زوجته الشهيدة رشا الحرازي ومحاسبة ميليشيات الحوثي على إرهابها الدائم بحق الصحافة والصحفيين اليمنيين. أنا محمود العتمي صحافي يمني. في البداية أود أن أشكر مؤسسة معهد السلام والتنمية وحقوق الإنسان على اهتمامها بقضيتي في يوم 9 نوفمبر من العام 2021 بينما كنت أسير برفقة زوجتي الصحفية رشا الحرازي في محافظة عدن بسيارة تنفجر بعد أن ألصق بأسفلها عبوة ناسفة لتلقى زوجتي حتفها في الحال ومعها جنينها الذي كاد على وشك أن يرى الحياة، ولأصيب أنا بإصابة بالغة كنت أفقد على أثرها حياتي. سيد الرئيس، أود أن أؤكد أني تلقيت تهديدة سابقة لعملية الاغتيال من قبل جماعة الحوثي وقاموا باعتقال شقيقي لمدة 1.5 عام وكذا إجبار والدي على التبرؤ مني في محاولة الإسكات على خلفية تغطية الصحفية والنشاط الحقوقي والإنساني في محافظة الحديدة في تجاهل فادح للحماية المكفولة للصحفيين بموجب القوانين والأعراف الدولية التي تحظر أي هجمات على الصحفيين باعتبارهم مدنيون لا يشاركون في أي أعمال عدائية. سيد الرئيس، ما زال يحدون الأمل بأن تضغطوا الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على جماعة الحوثي بأن تفتح تحقيق واضح في واقعة اغتيال زوجة الصحفية رشا الحرازي وإلغاء حكم الإعدام بالغ الجور الصادر ضد 4 من زملاء الصحفيين من قبل المحكمة الجزائية في صنعاء. شارك وفد المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في مشاورات خاصة بالمسار العسكري الأمني لإحلال السلام في اليمن ترعاها الأمم المتحدة. ونشر ناطق المقاومة الوطنية العميد الركن صادق دويد صورة مع قائد خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر العميد عبد الجبار زحزوح تجمعهما مع المبعوث الأممي في العاصمة الأردنية عمان. يعاني السكان في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية من شح المياه بعد تدمير ممنهج تقوم به هذه الميليشيات للبنية التحتية ومصادر المياه، بالإضافة إلى النقص الحاد في تمويل العمليات الإنسانية. مع كل خطوة معاناة تبدأ في كل صباح،
قصة يرويها سكان مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإنقلابية في رحلة البحث عن مياه نظيفة لتلبية احتياجاتهم اليومية كالشرب والغسيل وغيرها، إذ شكل تدمير البنية التحتية عائقا كبيرا أمام ملايين المواطنين. المعاناة تزامنت مع انخفاض تمويل العمليات الإنسانية في اليمن بشكل حاد، إضافة إلى أن شبكة أنابيب المياه الحكومية المنهكة أصلاً لا تغطي إلا 30% من السكان الذي يعتمد جلهم على خزانات بيتية تملأها مياه الأمطار التي كانت شحيحة هذا العام. ماء الطبخ معظمه يعتمد على ماء مياه الأمطار، إذا جاء مطر وإذا ما فيش مطر تجلس تدور، تروح تدور من حارة لحارة يجيبوا لك ماء مالح يسموه هنا. ويلجأ يوميا أكثر من 15 مليون شخص في اليمن إلى طرق مكلفة ومستهلكة للوقت في سبيل الحصول على ما يكفيهم من المياه. ففي مدينة حرض بمحافظة حج دمرت عناصر الانقلاب بحربها خزانات المياه التي كانت تزود نسبة كبيرة من السكان بمياه الشرب. وفي مديرية ميدي يقطع السكان وبحسب رواياتهم في الكثير من الأحيان مسافات أميال سيرا على الأقدام لجلب المياه، ومنهم من يضطر لإرسال أطفالهم لذلك، ما قد يعرضهم لمخاطر مختلفة بما فيها خطر الاعتداءات ووسيلة النقل التي تعتمد على الدواب. بعض الأطفال يعتمد في نقل المياه وجلبها لأسرهم على الحيوانات مثل الحمير، وهيجان هذه الحيوانات في بعض المواسم يتسبب في إصابات لدى الأطفال، وقد يسبب لهم أيضا في إعاقات مستدامة. وفي مناطق حول مدينة صنعاء ينتظر السكان لساعات طويلة لحين وصول سيارة نقل المياه والتي لا تكاد تكفي لسد أقل الاحتياجات من الماء، والذي غالبا ما يوفره لهم فاعلين خير لصعوبة شرائها من الأسواق. والله إن احنا بحاجة إلى الماء، والوايتات يعني غالية، ما نقدرش نعبي كل أسبوع ولا كل نص شهر. ما بش عندنا ماء، ما بش عندنا مشروع، بنشتري الوايتات، مع أزمة المعاشات والحروب ما بنقدرش نحن نشتري الوايت. وفي العديد من المناطق يضطر الناس إلى استخدام المياه الزراعية لأغراض الشرب والطهي والغسيل، ويؤدي استخدام المياه المخصصة للأغراض الزراعية إلى إصابة السكان بمشاكل صحية خطيرة، ويساهم انعدام فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب في تفشي الأمراض التي تهدد الصحة العامة. دشن السلطان عبد الله بن عيسى الأفرار رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة والسقطرة قافلة غذائية لمديرية الغيضة والمناطق التابعة لها. وقال السلطان الأفرار إنه يسعى لتقديم معونات غذائية ومالية للأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مديريات المهرة، وذلك للتخفيف عن المواطنين أعباء الأوضاع المعيشية الصعبة في ظل الأزمة التي تعاني منها البلاد. استكمالا للسلة الغذائية التي دشناها مع افتتاح مقر المجلس العام والإعانات المالية التي صرفناها بمناسبة افتتاح المقر الجديد للمجلس العام، ندشن اليوم القافلة الغذائية والمكونة من 13 شاحنة لمدينة الغيضة ومناطق التابعة لها، وبإذن الله سندشن في بداية الأسبوع المقبل القافلة الغذائية لجميع مديريات المحافظة. دشن وزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم عبد الله السقطري مشروع إعادة تأهيل وتأثيث وصيانة مكتب الزراعة والري بمحافظة سقطرى. وأكد الوزير السقطري حرص واهتمام الوزارة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية في المحافظة ودراسة احتياجها عن كثب، موجها بإنشاء محطة بحثية في المحافظة وتكليف فريق بحثي لعمل مسح كافة الآفات الزراعية في المحافظة وإنشاء محجر زراعي بمنفذي الميناء والمطار. النشرة متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. للمرة الرابعة على التوالي ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في عاصمة عدن. أعلن الشيخ حسن الجبري قائد الهبة الحضرمية عن استحداث عدد من النقاط الشعبية ضمن الخطوات التصعيدية للهبة الحضرمية لانتزاع الحقوق المسلوبة. وتضمن التصعيد إعادة تفعيل مهام نقطة غرب المكلا والخشعة احتجاجا على عدم تنفيذ بنود مخرجات اجتماع حرو والارتفاع المفاجئ في الأسعار واحتكار المشتقات النفطية بيد هوامير الفساد باسم شركة النفط والحكومة على حد تعبير الهبة الحضرمية. وكانت لجنة الهبة الحضرمية قد عقدت اجتماعا لتدارس الأوضاع بمديريات وادي حضرموت.
أعلنت شركة النفط اليمنية عن تسعيرة جديدة للوقود للمرة الرابعة منذ مطلع العام، وأصبح سعر اللتر الواحد من البنزين 1110 ريالات بعد أن كان السعر السابق 1040 ريالا. وعزت الشركة هذه الزيادة إلى المتغيرات العالمية وتراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية. أقام مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة رنين اليمن بالعاصمة عدن البرنامج التدريبي للكوادر الأمنية ضمن برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن، والذي ينفذ في عدد من المحافظات. ضمن أنشطة برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن، نظم مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن البرنامج التدريبي الخاص لبناء قدرات الكوادر الأمنية على المستوى المحلي. الهدف من هذه الدورة يعني هي تنمية وبناء قدرات أفراد الأمن وبالأخص الشرطة النسائية. فليس جديد على مركز المعلومات، مركز دراسة حقوق الإنسان، فهو الداعم دائما وأبدا للشرطة النسائية، وبهذا تتمكن أفراد الشرطة النسائية من الاستفادة من هذه المعلومات لممارسة عملها وخلق مجتمع آمن. البرنامج التدريبي يستهدف 75 متدربا من كوادر الأمن والشرطة النسائية، حيث يتضمن على 3 ورش تدريبية تستمر لمدة 3 أيام متتالية. هذا البرنامج طبعا احنا بدأنا فيه في بداية العام الماضي ومتواصلين لحد الآن فيه، يعني كل القضايا المتعلقة بالأمن بشكل مباشر والقضايا المتعلقة أيضا بالأمن بشكل غير مباشر يتم تناولها من خلال منتديات وحوارات مجتمعية يعني مستمرة يعني خلال هذه الفترة كلها. هذا اليوم اللي نحن الآن في البرنامج الخاص بالتدريب. هذا المشروع طبعا ينفذ في 5 محافظات، تعز ومأرب وحضرموت وعدن وشبوة. طبعا اليوم ورشة تدريبية حول برنامج لبناء الكوادر الأمنية والشرطة النسائية حول حقوق المحتجزين في القانون الدولي والإنساني وكيفية التعامل أيضا مع السجناء المعتقلين والأسرى. مواضيع التدريب تضمنت حقوق المحتجزين في القانونين الدولي واليمني، والذي تناول القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مع التركيز على حقوق الإنسان في ظل الحروب والنزاع وحقوق السجناء والمعتقلين والأسرى، وكذلك التعامل مع الأطفال المسجونين. صفاء السويدي لقناة الغدي المشرق عدن. نهاية النشر وهذا تذكير بأبرز العناوين. المانحون يقدمون ربع المبلغ المطلوب لعمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن خلال مؤتمر المانحين لعام 2022. زوج الشهيدة الصحفية رشا الخرازي يطالب المجتمع الدولي بالتحقيق في واقعة استهداف زوجته. والسكان في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية يعانون من شح شديد في المياه نتيجة تدمير البنية التحتية. لمتابعتنا عبر البث المباشر زوروا موقع القناة الغدوائي والمزيد من الأخبار تابعوا منصاتنا الظاهرة أسفل الشاشة. إلى اللقاء.